تعيش أوكرانيا على وقع أزمة احتجاجية ضخمة منذ أكثر من شهر، مقرها ساحة الاستقلال بالعاصمة كييف بعد رفض حكومة البلد توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. فالمحتجون ضد هذا القرار يعتبرون أن الشراكة مع أحد أكبر اقتصاديات العالم خطوة عملية على طريق التكامل مع الاتحاد وتطبيق معاييره الاقتصادية والقانونية. فكانت ساحة الاستقلال بالعاصمة كييف متسعا مناسبا للتعبير عن سخطهم تجاه حكومة البلد، حيث شهدت إحدى أكبر المظاهرات كما ونوعا منذ مدة. فرغم قساوة الظروف المناخية المعروفة بها المنطقة والتي تصل في الكثير من الأحيان لمستويات لا تحتمل البقاء خارجا، حيث تصل درجة البرودة للعديد من الدرجات ما دون الصفر، إلا أن توافد المتظاهرين نحو ساحة الاستقلال كان في استمرار، فلم يوقفهم لا الليل ولا النهار، حاملين لافتات وشعارات معبرة عن الرفض القاطع لمثل هذه القرارات التي تبقيهم تحت سيطرة موسكو حسب رأيهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تفاقمت الأزمة لتصبح سياسية أكثر منها اقتصادية. وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاثرين أشتون أكدت تلقيها ضمانات من الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي كان يريد ربح المزيد من الوقت كمناورة منها بأنه سوف يوقع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. السيد يانوكوفيتش أكد لي أنه ينوي توقيع اتفاق الشراكة. لقد تحدث عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. رأيي هو أن هذه التحديات الواضحة يمكن تجاوزها ليس فقط بدعم من المؤسسة الأوروبية، لكن بوضع مخطط جدي للإنعاش الاقتصادي قادر على جلب الاستثمارات التي يحتاج إليها. وعد الرئيس يانوكوفيتش بالتوقيع لم يخمد لهيب المظاهرات، حيث بقيت الأمور على حالها. اتفاق ليس الذي كثيرا ما طالب به المتظاهرون، بل اتفاق مع غريمهم موسكو في صورة أعادت إلى الأذهان سيناريوهات الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالية، حيث قامت روسيا بخفض أسعار غازها المصدر إلى أوكرانيا وأودعت مبلغ 15 مليار دولار في بنكها المركزي. هذه الخطوة الجريئة التي قبلتها الحكومة الأوكرانية لم تسهم بحل الأزمة، بل زادتها توترا واحتقانا، حيث لا تزال تشهد ساحة الاستقلال العديد من الاحتجاجات. وأثار هذا القرار كذلك تعبئة من قبل المعارضة الأوكرانية وتظاهرات حاشدة في كييف قمعتها قوات الأمن بعنف، ما أدى بالمتظاهرين إلى تشكيل مخيم عسكري تملأه المخيمات والمتاريس، حيث شكل المتظاهرون فرقا تدريبية على الطريقة العسكرية لمواجهة أي تدخل أمني آخر، وقاموا بتشكيل مصلحة أمنية داخلية ليس فقط من أجل مواجهة أي هجوم لقوات الأمن فقط، ولكن أيضا من أجل فرض الهدوء والنظام داخل المخيم. نحن لا نحضر لشن هجوم، ولكن للدفاع عن أنفسنا. نريد أن نثبت لأوروبا أننا لا نريد الحرب لأننا شعب مسالم. إضافة إلى هذا، فقد وزع أفراد الفرق الأدوار كل حسب اختصاصه تماما كما في الجيش، وما زادها تنظيما هو خبرة بعض الأشخاص الذين مارسوا العمل العسكري من قبل. هناك فرق وقادة الفرق، بعضهم مكلف بالاستخبارات، آخرون ما يعادل القوات الخاصة. الكثير من الأشخاص عملوا في قطاع الجيش، أشخاص حاربوا في أفغانستان، ونتصرف مثل ما تعلمنا في الجيش.
مثل هذه التنظيمات الاحترافية بين المتظاهرين من شأنها إعطاء نفس جديد للمعارضة الأوكرانية استعدادا لمظاهرات جديدة تكون حاسمة لتحقيق مطالبهم، وهو ما سيوسع دائرة العنف بين الطرفين وما يبقي الأزمة الأوكرانية في حلقة مفرغة دون حلول ملموسة تضمن مستقبل أوكرانيا.